بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقف اليوم في ذكرى تاسيس حركه عصائب اهل الحق بمسيرتها في العمل الجهادي الوطني وما قدمته من كوكبه شريفه مجاهده من الشهداء الذين قارعوا اعداء شعبنا وواجهوا الارهاب بكل بساله واقدام ونمر مع هذه الذكرى بكل فخر واعتزاز على المواقف والمحطات التي شهدت جهاد شعبنا في سبيل نيل حقوقه وترسيخ اسم العراق كدوله مستقره محكومه بنظام سياسي دستوري ارتضاه شعبنا واختاره في مخاضات صعبه خرجت بالكثير من الالام من حقبه الدكتاتوريه، وقطعت طريقا مليئا بالعقبات والاشواك التي مثلها الارهاب المندحر، وانتهينا الى يومنا هذا، الامن المستقر، المطمئن، المتطلع الى غد يصنع فيه شبابنا املا كان يحلم به الشهداء ويتمناه كل من عانى وقاسى المراره في عقود الطغيان والفوضى التي ولت الى غير رجعه نحتفي هنا بتشكيل سياسي وحركه مجاهده تسهم اليوم في دعم مسار الدوله بعدما تصدت بالامس الى جانب باقي القوى الوطنيه لاعتى تهديد تعرض له الوجود العراقي كشعب وامه ودوله وهو ظهور عصابات داعش والمخططات التي كانت تقف خلفها وتدعمها وقد شاهد العالم باسره كيف ان العراقيين بقواتهم المسلحه وبكل مسمياتها بما فيها الحشد الشعبي ومجاهدوه من عامه الناس ومن مختلف القوى الوطنيه قدموا بلا حساب التضحيات الجسام من أجل بقاء هذه الخيمة التي تجمعنا بكل أطيافنا، وهذا الاسم المقدس، العراق، الباقي ما بقي الليل والنهار، وما بقيت إرادة الأحرار. اليوم تخطو حكومتكم الوطنية مدعومة بإرادة برلمانية وشعبية واسعة، نحو احداث التنميه المستدامه والانتقال ببلادنا الى مرحله مضيئه من الانتاج وتشهيد البنى التحتيه وتحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل ومواجهه اكبر التحديات الاقتصاديه والخدميه وعدم التهاون في صون ارضه وسمائه وترسيخ السياده وهذه كلها مطالب العراقيين وهي ذاتها الاهداف والمثابات التي ضحى شهداؤنا من اجلها وهي مسؤوليه كل القوى السياسيه والوطنيه مثلما نتحمل جميعا مهمه انفاذ القانون وبناء صرح العداله والمساواه والاستقرار المؤسساتي اليوم ليس لنا بديل عن اعلاء كلمه الدوله وحمايه الدستور ان نجاحنا في ذلك هو افضل وفاء لدماء الشهداء واوضح اعلاء للمبادئ التي ضحوا في سبيلها ومع ترسيخ اسم العراق كدوله قويه بات الجميع على قلب واحد يؤمن بان لا سبيل لهذا الهدف الا بالعمل السياسي والانخراط تحت مظله القانون والدستور وان من ذاق ويلات الاضطهاد واكتوى بنار الدكتاتوريه هو اولى بالعمل الوطني من اجل ترسيخ السياده وكرامه شعبنا ومؤسساته الحكوميه والدستوريه وذلك الطريق الاسلم لحفظ حقوق مجتمعنا التعددي القوي باطيافه وتنوع متجهاته السياسيه كل التهنئه والتمنيات بالتوفيق للمحتفلين والمجد والرفعه لجميع شهداء العراق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته